الايمج كونسلتنت ميمي رعد صارت معنا بالاستوديو حتى نحكي عن الاطلالات اللي كانت الاسبوع، راح تكون ياي او ناي حسب رايك. وخلينا نبلش مع هيفا وهبي اللي كانت عندها اطلاله برنامج عامر اديب الجديد الحكايه، واللي شفناها لابسه فستان من مونس ميزون، وكانت كمان متزينه بمجوهرات كارتي، والشوز كان ساندل من لوبوتان. شو رايك بالاطلاله؟ أنا سعيدة إنه الستايلست أو الفريق يلي عم بيلبسها عم بيختار هالديزاينرز الجداد الطالعين، يعني مونس من البراندز يلي هلأ كتير أخذ ضجة وعندها قصات كتير مثيرة للاهتمام. سو بدي هنيهم. إنما عندي مأخذ على الميك اب والشعر بإطلالتها، راحت بفستانة بمحل كتير عصري وحديث وترندي وكول وشيك، بقي الميك اب، الميك اب يلي تعودنا عليها سيجنتشر، ايه بس انا على راسي وعيني السيجنتشر، انا بحب الكونسيستنسي بالستايل، بس لازم يتأقلم مع العصر يلي عم يعني دخلنا من محل لمحل مع لهيفا. فهالانتقال وحتى بالستايل تبع بالاسلوب تبعها صار في تغيير. سو الميك اب بضلوا بالعلامات يلي بارزه يلي معودين عليها، بس لازم يصير في تطور له تيصير يتماشى مع الستايل الجديد يلي عم تعتمده. شو رايك بالشعر؟ الشعر بعتبر التسريحه ما كانت ناجحه، لانه مثل كانه كان معمول هالبرشنج وصار له فتره ويا دوب بقي كم طاجن بس من تحت، يعني لهالفستان كان بينعمل تسريحه ثانيه. مثلا سوفت كيرلز كل الشعر مش يعني مبين من فوق كله مسبسل، بعدين يا دوب تحت كان في كم كسره. ففينا نقول اطلاله للفستان ياي، بس كل الباقي ناي. طيب بما انه عم نحكي عن ضيوف عمر اديب، خلينا نحكي عن ضيفته غاده عبد الرازق يلي طلعت بستايل سمارت كاجوال. شو رايك باطلالتها؟ بيلبق لها هيك؟ شو تطلع بهالقميص اللي كانت لبسته؟ لا هلا هي محاولة جيدة انه عم تطفي على اسلوبها طابع عصري وشبابي. انا من محبذي القميص الفستان شير دريس يلي هي بيكون بين القميص وبين الفستان بس بيكونوا أطول شوي، لأنه كتير سهرين للسيدة العصرية لحتى تلبسهم. إنما بعتبر بالإطار اللي هي موجودة فيه والحوار يلي عم كان موجود، هالقميص بالذات محله مش مزبوط، وبعدين هالتطريز الزائد بهالقميص أنا لإلي شال كل فكرة الشير دريس من الموضوع كله، إضافة إلى السنسلة اللي حطتها والحلق الكبار، تسريحة شعرها، في محاولة بس مش ناجحة. فناي رح نتكلم عن نجمات حفل جوائز الإيمي، ولكن رح نتكلم عن اختياراتهم للحفلة اللي صارت بعد توزيع الجوائز، ومنهم جيسيكا بيل واللي كانت لابسة فستان أصفر من تصميم رالفان روسو. خبرينا إيش رأيك؟ ليكي كان عندها إطلالتين على بالإيمي، فأول إطلالة كانت لابسة فستان أبيض لإلي كان شوي عرائسي. هلأ مهضومين هن كانوا، بفتكر هي وجوزها كانوا عندهم ذكرى probably لزواجهم or something. الفستان الأصفر حبيت فكرته، بس بفتكر الانتنسيتي تبع اللون كيف تكون غير لون أصفر، لأنه طالع فسفوريك شوي. إيه هلأ هو دارج الفسفوري، بس مش معناتها لأنه دارج وما بيلبق لما يعني ما حبيت هاللون بالذات عليها. والحمرة اللي حطتها الفوشيا يعني أنا لإلي كثير زدناها بين الأصفر والفوشيا، علما أنه هي كانت عاملة نيود ميك اب نيود لعينيها، هو كتير حلو انه يكون عندنا هالنيود، بس انا لإلي الكولر كومبو ما كان ناجح، فبعتبرها ناي. طيب خلينا نحكي عن بنوبي كروز اللي كانت كمان بهالحفل ولابسه دريس اسود من الكسندر فوتيه. شو رايك باطلالتها بالفستان، بالعقد، بالشعر، حتى بالشوز اللي كانت لابسته؟ هلا انا كثير بحب تصاميم الكسندر فوتيه، بس بعتبر كيف نسقت الغراض عليه الاكسسوارز ما كان امر ناجح، يعني العقد ما فهمت ليش محطوط هون، ليش في عقد، ليه هيدا اللون، ابدا ما له علاقه بمود الفستان.
ريحه الشعر اوكي بركي قررت انه مع فستان اسود وشير هيك انه كنت بعمل ويت لوك شعره ايه بس بشكل وجهه اذا بتنتبهي على الصوره بين جبينها كثير عريض وبين الحجم من فوق هون اعرض بكثير من هون سو ما بقى في عندنا بروبورشنز بالوجه ما بقى في انسيابيه ما بقى في هالهدوء بالوجه اللي معودين عليها لانه هي دائما شعرها في فوليوم بخبي لها هيك قسم من وجهها فبينعمها فبعتبر الشعر ما كان ناجح والاكسسوارات اللي حطيتهم للفستان مش ناجح دوماج يعني حرام الفستان حلو لحاله بس مضطره اقول ناي